فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الرسالة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله في رسالته، قال: باب بيان ما أنزل من الكتاب بعام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص. احنا دخل لا العام الذي رد الخصوص، احنا في العام الذي رد الخصوص، تكلمنا عن الخاص المنفصل. قال الإمام رحمه الله: باب بيان ما نزل من الكتاب بعام الظاهر يراد به كله الخاص. ماشي تفضل شيء. قال الإمام رحمه الله: باب بيان ما نزل من الكتاب بعام الظاهر يراد به كله الخاص. قال الإمام رحمه الله: وقال الله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال لحظة عشان المسألة أيضا لحظة أيضا ظهر لنا أمر آخر في مسألة التعدد، لأن هي مسألة صراحة العقل لابد يقبلها في الأربعة أعضاء. ظهر أمر آخر وهو مهم في هذا الباب. لما قالوا بأنه عندما يتوضأ إذا كان الجبيرة في اليد اليسرى واليد اليمنى مثلا أو في اليد وعند الوجه، قالوا إذا تعددت تعدد التيمم. لما؟ لا هو ماشي في وجهتان شرعيتان. الوجه الأولى أن الطهارة هنا طهارة نقبت، محدش يضع تحت قدمي أي شيء فيه ما يصح، أن الطهارة ضعيفة في هذا الباب ولا بد لها من تقوية. في أمر تاني كان لابد أن أنا أبينه، أنا بينته ضمنا لكن ما فصلتوش عشان كده ذهبت حتى عني في الإجابة وذهبت عن الإخوة، هو أننا قلنا بأن الترتيب واجب، الترتيب واجب، فلو كان في عضوين واجب الترتيب فيه، مفهوم؟ فإن تعددت وأخذت جميع الأركان الترتيب يسقط، الترتيب يسقط، ودي وجهة الإلحاق بالغسل، لذلك كفاءه تيمما واحدا. يبقى إذا تعددت فغطت فإن الترتيب فإن سقط الترتيب واجب الإلحاق. فهمتها دلوقتي الآن؟ فهمتهاش؟ طيب الآن هو يتيمم، احنا قلنا عنده جبيرتان فيتيمم للأولى ويتيمم للثانية. لما؟ الترتيب واجب، مفهوم؟ إذا كانت الجبيرة غطت الأعضاء الأربعة سقط الترتيب، يمسح من غير ترتيب. سقط الترتيب، فقالوا إذا سقط الترتيب وجب الإيش؟ الإلحاق، فصار كالغسل، لأن هو الإجابة الصحيحة. طب ليه بالأربعة أنت بتقول تيمم واحد؟ قلنا لأنها غسل، خلاص وجب الغسل، لكن إحنا ما بيناش تفصيلا كيف وجهة الإلحاق بالغسل. وجهة الإلحاق هو أنه سقط الترتيب والغسل لا ترتيب فيه. في الأربعة سقط الترتيب الآن لأنه 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 صار كعضو واحد، والعضو الواحد لا ترتيب فيه. مش لا مش نتيجة مش من النتيجة. الآن الأربعة فيهم الجبيرة. طيب رتب هذا الترتيب. أنت النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم، لأن الأربعة صارت كالرأس. الأربعة صارت كالرأس. النبي لما تكلم في التجزئة قال: وأن يربط رأسه بخرقة ثم يمسح عليها ثم يتيمم. أي عضو هيأخذ الحكم هذا اللي هو التعدد، هيأخذ الحكم هذا إن كان الأمر على التبعية. لما قلنا اليد والرأس والوجه الكل شيء واحد بالجبيرة، فنأخذه حكم الغسل، مفهوم؟ يمسح بلا ترتيب. ما هو ملهاش ترتيب، هي أصلا سقط الترتيب عند التعدد. الآن لو يمسح بيتوضأ مضمضة وغسل وعنده جبيرة في جزئية الرأس، له أن يمسحها قبل أن يأتي لها ولا ما له؟
يمسح ولا لا؟ له ان يمسح، له ان يمسح اليد، له ان يمسح اليد في الحاله دي، في الحاله دي قبل ما فيش غسل، له ان يمسح اليد، يمسح اي عضو منهم لانه خلاص المطلوب منه هو ايه؟ المسح. فله ان يمسح اي عضو، الاربعه فيهم المسح. احنا ليه ما قلنا عشان تفهمها جيدا، ليه ما قلنا لا تمسح الا حين ان تاتي؟ عشان لا عشان ما ترتيب ليه؟ لان في عضو مغسول بعده، فالعضو المغسول بعده اظهر وجوب الترتيب. هنا الان الراس اللي بعده ايه؟ اللي بعده ايه؟ ممسوح ولا مغسول؟ ممسوح. ممسوح. اليد ما احنا قلنا الاركان الاربعه موجود فيها الكبيره، اللي بعده مغسول ولا ممسوح؟ يا ابني افهم، انا بتكلم على اساس تفهم الاركان الاربعه. طب اللي بعد الراس الرجل فيها كبيره، ممسوح ولا مغسول؟ ها خلاص، يبقى اذا كل عضو اللي بعده يبقى يسقط الترتيب. فالمسح مسحت اي واحد منهم اجزاء، فهمت؟ العله هنا عندنا الان، متى قلت بالترتيب ومتى اسقطت الترتيب؟ اذا وضع العضو المغسول خلف العضو الممسوح فالترتيب فيه واجب، اذا كان الكل مسح يبقى الترتيب سقط، فهمت؟ هذه هي. فلما وجدوا ان الترتيب سقط قالوا لما سقط الترتيب صار كايه؟ كالغسل، اللي هو العضو واحد هو الغسل، ما هو العضو واحد هو الغسل خلاص كالغسل. يبقى اذا قال بذلك يكون تيمم واحد يكفي، لان الغسل تيمم واحد يكفي. ماشي، تفضل. الرساله العام الذي نرد به. قال الامام الشافعي رحمه الله: باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص. قال: وقال الله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الشافعي رحمه الله: فإذ كان مع من مع رسول الله ناسا غير من جمع لهم من الناس، وكان المخبرون لهم ناسا غير ما جمع لهم غير من معه ممن جمع عليه معه، وكان جامعون لهم ناسا، فالدلالة بينة مما وصفته من أنه إنما جمع لهم بعض الناس دون بعض. والعلم يحيط أن لم يجمع لهم الناس كلهم، ولم يخبرهم الناس كلهم، ولم يكونوا هم الناس كلهم. ولكنه لما كان اسم الناس يقع على ثلاثة نفر، وعلى جميع الناس، وعلى من بين جميعهم وثلاثة منهم، كان صحيحا في لسان العرب أن يقال الذين قال لهم الناس، وإنما الذين قال لهم ذلك أربعة نفر: إن الناس قد جمعوا لكم، يعنون المنصرفين عن أحد، وإنما هم جماعة غير كثير من الناس، الجامعون منهم غير المجموع منهم لهم، والمخبرون للمجموع لهم غير الطائفتين، والأكثر من الناس في بلدانهم غير الجامعين ولا المجموع لهم ولا المخبرين. قال: وقال الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. قال: فمخرج اللفظ عام على الناس كلهم، وبين عند أهل العلم بلسان العرب منهم أنه إنما يراد بهذا اللفظ العام المخرج بعض المخرج بعض الناس دون بعض، لأنه لا يخاطب بهذا إلا من يدعو من دون الله إلها تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولأن عرفتم الوجه العام الذي يراد به الخصوص، يراد به من طائفة أهل الإيش؟ الكفر والإيمان. قال: لأن فيه من المؤمنين المغلوبين على عقولهم وغير البالغين ممن لا يدعو معه إلها. قال: وهذا في معنى الآية قبلها عند أهل العلم باللسان، والآية قبلها أوضح عند غير أهل العلم. الشافعي هذا بركة، هذا بركة. طبعا مسألة البحث عن مسألة أصولية محضة، البحث عن العام الذي يرد به العموم، العام الذي يرد به الخصوص، العام المخصوص، بحث مهم جدا، وهو من دلالات الألفاظ التي فيها هذا جمع اللغة فائدته في هذا الباب. إتقان باب اللغة للمجتهد الذين يقولون لا بد أن يكون عنده يعني المنبع بعلم اللغة هي أصله في هذا الباب. المجمل المبين والظاهر والمؤول. أقول بالنسبة للعام الذي يرد به الخصوص، ضرب لنا أكثر من مثل الإمام الشافعي في هذا الباب نبينه، وأنا أردت من هذا طرفا آخر أصوليا نستفيد منه في هذا الباب.
قال الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا عليكم فخشاهم فزادهم إيمانا، على ما فصل الإمام الشافعي أنه ليس المراد كل الناس، وليس المراد أيضا الذين يجمعون كل الناس، على ما فصل الإمام الشافعي، وهذا ظاهر جدا في هذا الباب. الرجل هو الذي قال للصحابة بهذا الكلام، ولما قال إن الناس قد جمعوا لكم فخشاهم يقصد بذلك أهل مكة، سفيان أبو سفيان يعني على أبي سفيان وأهل مكة. ومن ذلك أيضا من هذه الأمثلة قول الله جل في علاه: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. فنادته الملائكة، حقيقة الأمر أن يحيى ما ناداه إلا من؟ جبريل عليه السلام، هو جبريل فقط الذي ناداه، فهذا عام ربي الخصوص. فلما وجدنا أن هناك من القرآن ما يدل على العام الذي يراد به الخصوص، وأيضا في مثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ إلى آخر الآية، هذا أيضا عام يراد به الخصوص، لأن الذي يكون وقودا للنار، وقال قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أن الناس وقود النار هم الكفرة فقط، حتى نار الموحدين تفنى، حتى نار الموحدين تخلو وتفنى. فهذا أيضا عام يراد به الخصوص. ما الفائدة الأصولية في هذا؟ تعلمون أن الله تعالى الذي حكم بالشرائع وبين شريعته وأيضا بين لنا الأحكام في كتابه، لابد أن يعلمنا هذا الباب. أنا أريد فائدة من الفوائد، أن ترى في القرآن آيات كثيرة يراد بها العموم، هي عامة، جاءت عامة ويراد بها الخصوص. ما الفائدة من ذلك؟ ما الفائدة من ذلك؟ هذا هو محل الكلام، لأن في فوائد عظيمة جدا. عندك؟ تفضل، أنا لا أستبعد على الله شيئا. تعظيم الوقت وشدة أولى. إحنا أنا في ألمانيا وهو ذهب الصعيد. فين؟ أنت بتتكلم عن إيه بالظبط؟ مش فاهم. في قوام فوق. احنا بنتكلم على عمومية الفائدة في هذا الباب. مسألة صعبة. ما الفائدة؟ مش عاطف. ماشي، ممتاز. العبرة عموم اللفظ السبب، لكن ما في سبب هنا. يعني ده مو خدش بشامة فايد. هل ممكن أصلا نقول بهذا الباب هذا عام ربي الخصوص في هذا الباب ليست قاصرة على السبب؟ ها ماشي، في حد ما عندك؟ الأصل في الكلام أنه على حقيقته، أما على حقيقته ولا يكون إلا بصالح أو دليل. ماشي، عندك يا شيخ؟ ده من الفوائد من ماشي، ممتاز. دي منها صراحة في فوائد كثيرة جدا في باب أن القرآن يأتيك باللفظ العام والمراد منه الخاص. فيها أول شيء أن الأصل الحمل الكلام على حقيقته وعلى عمومه. طبعا الكلام ده تحصيل حاصل، لازم يقول لي طب أنت جبت منين، جبت الكلام ده من وين؟ أنا أتيت بأنه وإذا الأصل في الكلام أن يحمل على عمومه، من وين أتيت بهذا؟ قلنا هذا عام ربي خاص. ما هو ليه بقى؟ ليه؟ ادخل فيها هقول لكم. طيب اتفضل شوف. ممتاز. المسألة مش على القاعدة، انت جات معك بركة تامة بالله. المسألة مش كده، المسألة كما قال الشيخ في هذا الباب هو انه سترى بالقرينة المراد. ها بركة سترى بالقرينة الايش المراد، يعني ده يستلزم لك أن تتأمل. دي فائدة ثانية، يستلزم لك أن تتأمل في قول الله لأنك ستجد فيه العجائب، ستجد القرائن الصارفة عن الأصل الذي اعتدته، فتعلم مراد الله. هي جاية بهذه، فتعلم مراد الله جل في علاه. لذلك قال الله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان عند الله وكلام عند غير الله وجد فيه اختلافا. فتتأمل تدرك. يبقى الأولى أن الله قد جعل لك قرائن تعلم منها المراد من كلامه، إذ أنت لو مشيت على الأصل تقف على الأصل. وده هيجرني للفائدة الثانية أو الثالثة اللي قالها محمد: تفاوت درجات المجتهدين. أراد الله بذلك ليفاوت بين الناس، ليعلم الله تعالى لا يجعل واحد مات وهو رايح جاي على الكتاب ويؤمل ويتأمل حتى يدرك ما فيه، فيجد من القرائن ما يقول لا مش ده المراد. الظاهر عندك هو المراد، لكن هذا ليس المراد. المراد بلسان الحال 1 2 3 4.
فهذه أيضا من الفوائد تفاوت درجات العلماء, تفاوت درجات العلماء وتفاوت أنظار درجات العلماء. من ذلك أيضا فائدة من أهم الفوائد, إيش فيها بقى؟ أنا دي فائدة المفروض تكون بتاعتك أنت عشان مسلم, تأملها كده. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم فخشوهم, هتستنبط من هذه فائدة وطبعا تجرها على كل الفوائد الأخرى, لكن دي فائدة خاصة بها يعني, فتجرها أنها على مثيلتها وأقرانها في العمومات المرد الخصوص. مسألة فيها التفات, ها بعجاز القرآن طبعا, دي هذه أول شيء, لكن عايز مسألة الالتفات. سعدة سعدة مسألة عظيمة, أنا بسهلها لك جدا أهو, مسألة فيها التفات. هي مسألة فيها عقدية. نعم شيخ فضلي, ممتاز ممتاز, لكن ليست هي. نعم ممتاز, اربط بقى الآيات لأن فيها ما يستنبط. لا لا, هو القول هنا خلاص, بس خلونا نقولها, هي فائدة طيبة قلبية. مسألة الالتفات, طمأنينة القلب بالله جل في علاه, حتى بدي مغلقة هي الآن مش مفتوحة, لو سألت من وين جبتها صح, طمأنينة القلب بالله جل في علاه. حد فهمها؟ مين اللي فهمها؟ طب هات عادل, ها فزاهم إيمانا, طمأنينة القلب بالله, خلاص خلاص هي مش عند حد. طب خلاص البركة, المراد الخاص فأتى بالعام فيكون الاطمئنان من باب الفهلوة ومن باب البركة. حقيقة الأمر طمأنينة القلب أن هنا لما خاطبهم بالجمع, والجمع لا يساوي شيء عند الله, لن يفعلوا معكم شيئا, وحقيقة الأمر أنهم هي خاص على أنهم قلة. طمأنينة القلب تزيدك طمأنينة أن تعلم الله, كأنه يقول الله ولو اجتمع من بأقطارها جميعا عليكم لن يؤثروا فيه, وعنهم قلة. ها؟ قاعدة مش في الآية. ما في الآية. ما باستنباط الآية بقى. فاحنا قلنا هنا عام يرد الخصوص ولا مش عام يرد الخصوص. صح, خرج مالك جميع فيها الخاص. أنت في هذا لما وصلت لها قلت وسألت نفسك سؤالا, لما خاطبني بالعام وأراد به الخاص؟ لهذه الحكمة في الالتفات في هذا الباب, طمأنينة القلب أن لو اجتمع من بأخطارها لن يؤثروا فيكم شيئا. من ذلك أيضا سعة اللغة, من ذلك سعة اللغة, الأمر الأخير المهم, ونكون بذلك مع إساءتنا لأخينا الفاضل, والله مشيخنا أحسن الله. الأمر الأخير أن المعول على العلم الفهم, طبعا العمل ده الأصل الفهم, ولذلك تأمل تدرك. لذلك قال أفلا تدبرون القرآن وكان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. وقد قال عمر بن الخطاب بعث إلى أبي موسى الأشعري فقال الفهم فيما يأتيك, وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل, علمه التأويل, اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم وأن يثبت الخير فينا وفيكم, نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين الحسنات. أبو عبد الله يقول لي لماذا لم تقرأ وقلت تعلق القلب بالرب والتوفيق, جزاك الله خير يا محمود. الآن إحنا بس يعني ننتهي بقى خلاص, وجزاكم الله خيرا, أحسن الله عليكم ورفع الله مقامكم. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذا فقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا وتلك عقيدة السلف النقيا فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.